منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض فاز على نادي الداخلية بنتيجة 3-0 في المباراة الودية اللي جمعت بينهم على استاد المقاولون العرب الفرعي، ده في إطار استعدادات المنتخب للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب. فريق طلائع الجيش حقق الفوز على فريق بلدية المحلة بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الأسبوع 25 بالدوري المصري، وبيحتل الطلائع مركز التاسع في جدول الدوري برصيد 33 نقطة، والبلدية في المركز 15 برصيد 22 نقطة. المصري البورسعيدي تعادل سلبيا مع مودرن فيوتشر في المباراة اللي أقيمت بينهم بسد برج العرب ضمن فعاليات الجولة 25 للدوري المصري، وارتفع رصيد المصري ل 39 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، بينما رفع مودرن فيوتشر رصيده ل 32 نقطة في المركز العاشر. فريق البنك الأهلي تعادل مع الإسماعيلي بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعتهم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع 25 بالدوري المصري، وارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 23 نقطة في المركز 14، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى 27 نقطة في المركز 12. منتخب مصر لكرة القدم الساق الواحدة تأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم الساق الواحدة، ده بعد فوزه على المنتخب التنزاني بنتيجة 2-1 في لقاء تحديد المراكز السابع والثامن ضمن منافسات النسخة السابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الساق الواحدة اللي بتستضيفها مصر. البطل المصري طارق مؤمن لاعب نادي الجزيرة توج ببطولة QSF للإسكواش واللي استضافتها مدينة الدوحة، وده في الفترة ما بين 22 إلى 26 مايو الجاري بقيمة جوائز مادية بتصل إلى 53,000 دولار، وفاز طارق مؤمن في المباراة النهائية على الماليزي إن ياو إنجي بنتيجة 3-1. وقائد المنتخب الكرواتي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني لوكا مودريتش حصل على جائزة أفضل لاعب كرواتي هذا الموسم 2023-2024، وده للمرة الـ 12 في تاريخه.